بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بينجا يمشي يسلم العرضية على دخيل التسديدة، وأيوب الحصني، أيوب الحصني رياكشن متميز. يمشي محسن، كرة مغربية عرضية، وكيلاني يخطئ، أحمد العربي ممكن يفعلها، تسديدة، وعماد رجب تباطى لكن يسلمها لرامي، رامي تسديدة، وأيوب الحصني، رامي يلعب التسديدة مباشرة بالمرمى، وأيوب الحصني، أيوب الحصني كالعادة المعتادة. شاهين إلى جونيور ميبينجا، جونيور يمشي، جونيور ويعدي، جونيور ياخذ نفس المكان، يسلمها لمحمد عياد، لمسة واحدة علي دخيل خادم الرصية، وأيوب الحصني النمبر 1، أيوب الحصني النمبر 1. أيضا السد، علي دخيل يلعبها ساقطة داخل المنطقة والإبعاد من الزياني، ساكورتيقا يسلمها لشاهين أو خليل، هذه جونيور ميبينجا، هدف 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 هدف. يطلق محمد زروق صافرته.